ما شانت من شراحي. الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك، إنني أمدح جمالك، إنني أمدح جمالك ما على مادح جناحي. الله جليل الله جليل الله جليل. من يتلوه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به لا يتلوه حق التلاوة فهما وعلما وتعليما ودعوة بالأقوال وبالأعمال. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الرابحون، هم المنتصرون، هم الأعزاء، فأولئك هم الخاسرون. رب تال يتلو القرآن بفيه وهو يفضي به إلى الخذلان. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الدرس الماضي لما ذكر الله العرب وخرافاتهم وعقائدهم التي تخرب اقتصادهم وتضيع أمور معاشهم ودنياهم، نقدهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، بعض أنواع الجمال والنوق والغنم، كما تقدم معكم في الأسبوع الماضي، كانوا يجعلونها محرما انتفاعها، لا تحلب ولا تذبح ولا تركب ولا يحمل عليها، هذا إضاعة المال. فالنبي حرصنا على العناية بالاقتصاد إلى درجة لما رأى كسرة من الخبز ملقاة في الأرض رفعها ووضعها على عينه وقال: يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا فرت قل ما ترجع. فكم في العالم الإسلامي من أنهار أهملت وتركت لتسقي صحارى البحار، والبحر أعتقد ليس بالعطشان. وكم من شباب وهو أعظم ما يعطيه الله للإنسان في حياته يضيعه صاحبه، لا لخير الدنيا ولا لخير الآخرة. الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالخير إضاعة للوقت، شغلتك بالشر. هذا إسلام، والإسلام هو الاستجابة لله وللرسول. هذا لا يستجيب لله ولا للرسول، يستجيب لأهواء نفسه بعادات مجتمعه. والإسلام دائما نقلة من الشر إلى الخير، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضعف إلى القوة، ومن الجهل إلى العلم. كل مسلم وكل مسلمة
مطالب بهذه الحقائق أن تبدل التغيير والتبديل في نفسها، تنتقل من جهل إلى علم ومن باطل إلى حقيقة ومن ضار إلى نافع حسب الشريعة المطهرة، تستجيب لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم الحياة العزيزة الكريمة. فلما العرب استجابوا، هل كانوا قبل الإسلام في حياة كريمة؟ كان شمال البلاد العربية محكومة للرومان مع غربها، وشرقها كان للفرس، وجنوبها كان محكوما للأفارقة الحبشة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فماذا صنع الإسلام لما نزل القرآن وإذا بالعرب ولغة العرب تكون سيدة اللغات والعرب أسياد الأمم لا سيادة استعلاء على الأمم، ولكن سيادة المعلم مع المتعلم، وسيادة المنقذ للغريق من أعماق البحار. فكلمة حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو إنا وجدنا آباءنا على أمة، شو الأمة؟ يعني على شريعة ودين، وإنا على آثارهم مهتدون. الآن الناس شو بيقولوا؟ أخي الناس هيك كلهم هيك عم يعملوا، شو بدنا نعمل خلاف ما عليه الناس؟ هي إنا وجدنا آباءنا أو مجتمعنا على أمة، وبيقرأ القرآن وكأنه الله بحاكي بالفلمنجي، ما عم يريد يفهم كلام الله. لو اجيتك كمبيالية أو مكتوب بلغة أجنبية وما بتعرفها بتفتش على ترجمان، لأنك تعتقد أن في الكتابة إليك في شيء مما يهمك ويتصل بك. فرب العالمين بيبعث لك كتاب بلسان عربي مبين واضح تقرأه ولا تقصد أن تفهمه، تقرأ أوامره ولا تفكر أن تمتثلها، تقرأه ويأمرك أن تبلغه للآخرين فلا تبلغه. فأي مسلم أنت؟ الإسلام معناه فالمسلم الحق مدرسته كتاب الله وإمامه رسول الله، ولا يعني ذلك أن يترك علم ما ينفع الله. أهلا وسهلا ومرحبا بالمجاهد والشيخ الصالح الداعي إلى الله. أهلا أهلا، عز وجل يرفعه ومقامه في الدنيا والآخرة. اتفضلوا جميعا، بس المنافق كلكم جلوس. أهلا أهلا، الحمد لله على سلامتكم. لا أهلا 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 ومرحبا. نحن في تفسير بعض آيات من سورة المائدة، في قوله تعالى
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذا كان درس الجمعة الماضية، وقلت لكم بأن روح الآية تعطيل المال عن ما خلق له من انتفاع الإنسان به، وهذه الألفاظ ما عاد بقي لها معنى بعد الإسلام، لكن خلف بعدها خلف ما بحيرة آلاف البحيرات، ولا سائبة آلاف السائبات، ولا وصيلة آلاف الوصائل، ولا حام، ولكن ملايين الحام من إضاعة المسلمين للمال في غير ما خلق له المال. وفي الحكم الفقهي إذا صرف الإنسان درهما واحدا في غير موضعه يحكم عليه بالسفه، والسفيه يحجر عليه تصرفاته، ويقام عليه وصي يتصرف عنه حتى لا يضيع ماله. فانظروا يا إخوة والأخوات كم اعتنى الإسلام بالمال، يكره قيل وقال وإضاعة المال، وكم وصى بالمال وبالحياة الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا، بل أكثر من ذلك علمنا أن نطلب الدنيا بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحياة الحسنة، فهل الفقر والحاجة من الحياة الحسنة؟ وقد ورد كاد الفقر أن يكون كفرا، وجعل الله الفقر من السياط التي يضرب الله بها من غضب الله عليهم في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة، وهي الاستعمار وتسلط العدو، والمسكنة الفقر. فما أحوجنا إلى أن نقرأ القرآن القراءة الحية التي تؤتينا في الدنيا الحياة الحسنة، حياة العزة والقوة والعلم والتقدم، لنكون للمتقين إماما، ولنكون خير أمة أخرجت للناس. فبتأمرون بالمعروف اليقظان يوقظ النائم، وتنهون عن المنكر، وإذا رأينا ما يضر بالمجتمع أو بالشخص الفرد أن ننقذ ذلك الخاطئ إلى طريق الصواب. هذا التكافل والتضامن الاجتماعي بكل ما في هذه الكلمة من معنى. فنرجع إلى الآية، وإذا قيل لهم لمن حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعالوا إلى ما أنزل الله ليبين لكم الحلال من الحرام، والحرام كل ما فيه أذى للإنسان في نفسه إذا استعمله، أو ما فيه ضرر على الآخرين وبغير حق. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هي اللي تسمى في وقتنا هذا الرجعية. في آية أخرى الله يقول أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا، على جهل تموا متمسكين بما كان عليه الآباء الجهلة، أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ضائعون في الصحراء.
أبونا مشى هكذا في طريق ضياع، فنحن أيضا نمشي في طريق ضياع. فالإسلام لا يرضى بالتقليد الأعمى، ولكن ينظر إلى الأشياء بحقائقها ونتائجها وثمراتها. فما كان خيرا دعا إليه وأمر به، وما كان شرا نهى عنه وحرمه بحسبه. قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، إذن أن نقتدي بالجاهل وأن نمشي في طريق الجهل. حرمه القرآن عز وجل في آيات متعددة: لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا يعرفون الطريق السوي الذي يوصل إلى النجاة وإلى السعادة وإلى العز والنصر. فأتى وحي السماء برسالة الله إلى سيدنا رسول الله ليعلمهم الكتاب، علوم القرآن، لبناء الإنسان السعيد والأسرة والعائلة السعيدة والمجتمع والوطن السعيد، ثم لبناء العالم كله، العالم السعيد. وما أرسلناك إلا رحمة لقريش، للعرب، للعالمين. والآن، الآن على الرغم من الحروب الصليبية الأخطر من الحروب الصليبية التاريخية في القرون الوسطى، نحن الآن في حرب صليبية أدهى وأمر. الصليبيون في الماضي حاولوا أن يتغلبوا ويتملكوا الأرض وخيراتها، أما صليبية المعاصرة عرفت أن قوة العرب وقوة المسلمين بالإسلام، وهو السلاح الذي حقق لهم الانتصارات في كل مجالات الحياة، فأتى إلى الإسلام لينتزعه منهم وليشوهه بدسائسه عليهم، وأخذ أبناءهم فغذاهم بالغذاء الفاسد ليبني في رؤوسهم الأفكار الفاسدة. فلا سعادة ولا نصر ولا وحدة إلا إذا عاد المسلمون إلى برنامجهم الرباني السماوي الذي نقلهم من واد غير ذي زرع في بلد ليس فيها إلا ماء زمزم، وزمزم ليست عذبة الطعام وإن كانت عظيمة البركة، فنقلهم من واد غير ذي زرع، فامتدت حدود جزيرة العرب سياسة حتى وصلت إلى حدود فرنسا وإلى حدود الصين. ولما اختل شأن الدولة الإسلامية قامت دولة الدعوة والدعاة، فمدوا الحدود الشرقية إلى أندونيسيا والفلبين وإلى أعماق أفريقيا، والآن يمتد الإسلام في أوروبا وفي أمريكا. وختاما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرحب بحبيبنا وأخينا شيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين، ونحن بشوق إلى رؤيته وإلى سماع كلمة منه مما يفيض الله عليه. وأهلا وسهلا. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني في بداية هذه الكلمة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية على هذه الفرصة الطيبة التي أتاح لي فيها أن أرى هذه الوجوه المؤمنة، وأن ألتقي بكم في هذا اليوم الطيب، أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أما حديثي معكم اليوم فالحديث يطول، لكنني أبدأ بكلمات وأعلن أن الله أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام وجعل هذا القرآن لنا نورا ودستورا. قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ففي هذا الكتاب ذكر الأمة، وفيه رفعتها، وفيه مجدها، وفيه قوتها. يوم حملت وجاهدت من أجله كسرت عروش الظلم في العالم، حطمت كسرى وقيصر. يوم تركته على الرف، ويوم استعملته تعاويذ، ويوم جعلته كتابا يتلى على الأموات، تفرق شملها وضعف حالها، فانطبق عليها قول الحق سبحانه وقوانينه، لأن لله في الأرض قوانين، فالقوانين تجري كما تجري الشمس وما القمر، كل الكون يجري حسب قوانين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا هو الطريق. يوم تتخلى الأمة عن هذا الدين وعن هذا المنهج يحكم عليها بالإعدام. الإعدام معناه التغيير. يأتي الله بقوم غير هذه الأمة وغير هذا الناس، يحملون الدين ويجاهدون فيه. والله يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن القانون الأول، إذا تخلت الأمة عن دينها ولم تطبقه في حياتها نظاما وقانونا ودستورا وجهادا وتضحية، حكم عليها بالتغيير. أما الثاني، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ترضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إذا تخلت الأمة عن الجهاد وركنت إلى الأرض، وركنت إلى الطين والدنيا، حكم الله عليها بالاستبدال والتغيير. هذا هو القانون، وذلك ما واضح تماما اليوم في أمتنا. الأمة الإسلامية في حال لا تحسد عليه، لأنها وصلت إلى التفرق والضعف. أضعف الأمم اليهود. من اليهود في التاريخ؟ كم عدد اليهود في التاريخ وفي العالم؟ 5 ملايين من اليهود يستوطنون فلسطين، قلب العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، ويتحدون 1.5 مليار من المسلمين. لماذا؟ لأن أمتنا تخلت عن الجهاد والاستشهاد والتضحية، ويحكم عليها بالاستبداد،
لأنها لم تأخذ بالجهاد طريقة يستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، هذا هو الطريق. والقانون الثالث قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين قال سبحانه وتعالى أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الجهاد بالنفس إن تخلت الأمة استبدلت وحكم عليها بالتغيير، والجهاد بالمال إذا تخلت الأمة عن الجهاد بالمال وبخلت فإنما تبخل عن نفسها والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثاله. هذا حال أمتنا يوم تركت الجهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. ولقد فتح القرآن الكريم للمجاهدين أبوابا عالية من الرفع والعظمة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن في فلسطين المسلمة، نحن في أرض الإسراء والمعراج، نحن في أرض القدس والأقصى، نحن اتجهنا لنأخذ الإسلام منهجنا وانطلقنا من الإسلام لنجاهد. انطلقت حركتنا حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين ترفع المصحف في يد والرشاشة في اليد الآخر وتعلن أن الجهاد هو الطريق إلى فلسطين وإلى الأقصى وإلى كل التراب الفلسطيني المقدس. بهذا بدأنا مسيرتنا وعاهدنا الله وبعنا وبايعنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بعنا ولن نتردد ولن نتراجع، بعنا للاستشهاد والشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، بعنا النفس حسب القانون الأول وبعنا المال حسب القانون الثاني ووضعنا أرواحنا على كفنا كما قال شاعرنا الفلسطيني سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردى فإما حياة تصر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. نحن حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت أنها ستجاهد من أجل فلسطين وعادت القضية إلى مسارها الأول، إنها قضية فلسطينية، قضية عربية، قضية إسلامية، لا يمكن لأحد أن يخرجها من الدائرة الإسلامية لأنها أرض وقف إسلامي ملك المسلمين جميعا، ليست للشعب ولا لجيل ولا لحاكم يمكن أن يتنازل عنها. إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية جميعا، والكل مدعو أن يقف وراء هذا المقاتل والمجاهد والمستشهد من أجل أن تعود القدس ويعود الأقصى. والله قال لنا وقوله الحق أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لقد ظلم شعبنا، لقد ظلمت أمتنا، شعبنا الفلسطيني مشرد نصفه في الخارج ونصفه في ظل احتلال داخلي مجرم في الداخل. ولماذا لا نقاتل وقد شردنا وقد وذينا وقد عذبنا، بيوتنا تهدم ورجالنا في السجون ونساءنا تعذب، أرضنا تقتطع والمستوطنات في كل يوم تقوم.
العدو متكبر متغطرس، حرم شعبنا لقمة العيش وشربة الماء، فلماذا لا نقاتل؟ فماذا علينا ألا نقاتل؟ وما الأحق منا بالقتال؟ صاحب الحق صاحب الأرض والوطن والمقدسات لا يقاتل، واللص الحرامي المغتصب الصهيوني يقاتل؟ من أولى بالقتال من أجل فلسطين؟ نحن المغتصبون الصهاينة، نحن أولى بالقتال، ونحن أولى بالاستشهاد، ونحن أولى بالجهاد، لأننا أصحاب حق، ولأننا أصحاب قضية، ولأننا أصحاب وطن، ولأننا ننطلق من الإسلام، من الإيمان الذي لا يهزم. والله إن إيماننا بالله وعقيدتنا أقوى من كل ما يملكه العدو من طائراته وقنابله ودباباته وصواريخه، لأننا بإيماننا واستشهادنا سنهز كيانه ونهز وجوده ونشرد أبناه، لأن هذا هو الطريق لتحرير الوطن. ثم الطرق الأخرى طرق الاستسلام والتنازل، هناك في أوسلو وغير أوسلو أثبتت أنها لا تصلح لاستعادة حقنا، أثبتت الأيام إلى ما ذهبنا إليه أنها ظالمة لا تصلح. كيف أعترف لمن أخذ بيتي وداري وأهلي بأنه صاحبها أصبح وأنا الشريد الطريد؟ أتنازل عنها؟ يريد مني أن أقدم له هدية باقة من الأرض وأونيه بها؟ من يقول ذلك؟ أنا صاحب الحق الفلسطيني، أنا المشرد من بيتي وداري، أنا الذي قتل أبي وأخي وأمي، أنا الذي حرمت الحياة، أسمى مجرما مخربا إرهابيا إذا قتلت، والمجرم الحقيقي المغتصب المحتل يصبح إنسانا حرا ديمقراطيا شريفا؟ من كان بهذه المكاييل؟ من يقول بهذه المعادلات إلا ظالم مجرم؟ وإذا ما كان الإنسان يطالب وطنه ويقاوم الاحتلال ويريد الأقصى ويريد القدس يسمى إرهابيا، فليشهد العالم أننا إرهابيون وأننا أول الإرهابيين في العالم، ولن نعبى بما تقوله أمريكا ولا من وراء أمريكا وإسرائيل ولا من وراء إسرائيل. إننا عاهدنا الله أن نمضي مجاهدين، فإما النصر وإما الشهادة، إن طريقنا طريق يحتاج إلى تضحيات ودماء، إنه طريق يحتاج إلى بذل وعطاء، إنه يحتاج إلى الأمة العربية جميعا والإسلامية تنتقف خلف هذا المقاتل، لأنها معركتهم ليست معركتنا وحدنا، معركة فلسطين معركة الجميع. إن العدو الصهيوني طماع أشر، لا يريد أرض فلسطين وحدها، يريد من النيل إلى الفرات، ويريد من الأرض إلى النخيل، وهو كلما أخذ وجبة من الأرض وابتلعها وهضمها تطلعت شهيته لوجبة جديدة. إذا ما كانت المقاومة مستمرة والجهاد مستمر سوف تنغص عليه حياته ووجوده، سوف لا تسمح له أن يفكر في زيادة رقاته، بل سيفكر في الرحيل عن أرضنا، لأنه لا يجد عليها أمنا ولا أمانا ولا استقرارا. أيها الإخوة المؤمنون، فأمتنا اليوم مدعوة للجهاد والقتال، تدعم المواطن الفلسطيني المقاتل على أرضه لما تستطيع بكل إمكاناتها ليبقى ثابتا راسخا في وجه هذا الاستكبار الصهيوني العالمي والاستيطان الصهيوني على وطننا. إن وطننا ليس تحت ظل احتلال جيش غازٍ، إن وطننا أصبح موطن استيطان لليهود، يا اليهود بأبنائهم وبناتهم، فسكنوا الأرض كل إسرائيليين جنود، لا تظنوا أن هناك جيشاً في إسرائيل، هناك الشعب كله جيش، الشيخ جيش، والصغير جيش، والامرأة جيش، كلهم جيش. في ساعة واحدة يجندون ما لم تستطع تجنيده الأمة العربية في تاريخها، ولذلك لا بد من وضع طريق جديد
يحرر الأقصى ويعيد الأرض ويعيد الشعب لوطنه إن شاء الله تعالى.